مرحبا بكم في قناة التربية والتعليم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم رح نديرو صفحتين من كتاب سنة ثالثة ابتدائي في اللغة الفرنسية، صفحة 24 و25. إذا نبدأ. Je m'entraîne. أتدرب. Écoute et répète. اسمع ثم أعد. La chanson c'est demain jeudi. هذه هي الأنشودة. C'est demain jeudi. صفحة 25. تروحوا في قناتي وإن شاء الله راح تلقاو فيديو تاع هذه الأنشودة. Lève la main quand tu entends D. ارفع يدك لما تسمع الحرف D. غادي. هل سمعتم الصوت D؟ نعم، هذا غادي هو اللفت. ديزير. هل سمعتم الصوت دي؟ نعم. باست راديو. نعم فيه دي. اسكارغو. هل سمعتم صوت دي؟ لا ما فيش دي. درابو. هل سمعتم صوت الدي؟ نعم فيه الدي. إذن lève la main quand tu entends تي. كافي. هل سمعتم صوت الدي؟ لا. يقدر يكون كافي ولا تي. إذا هو كان تي فيه، ولكن إذا كان كافي ما فيهش. كرواسان. هل سمعتم صوت التي؟ لا ما فيش. تيغر. هل سمعتم صوت التي؟ نعم. مارتو. هل سمعتم صوت التي؟ نعم. كارتابل أو السكادو، احنا هذا نقوله كارتابل. كارتابل. نعم فيه تي، ولكن إذا كان ساكادو ما فيه شتي. ركوبي لي لتر E E T D sur ton ardoise. طبعا أصدقائي إحنا في الفيديو السابق كتبنا التي والدي وتعلمنا كتابتهم وحوسنا عليهم. الآن كما راكم تشوفوا عنا الإي والإي راهم مدورين بالفيغ، وعنا الدي والتي راهم مدورين بالغوش. والآن راح نكتبهم على الكراس كما راكم تشوفوا. راح نكتبهم طبعا أصدقائي في الفيديو السابق كتبنا التي والدي والإي والإي، تعلمنا كتابتهم وقراءتهم. والآن راح نعاود ونكتبهم إذا حبيت. عنا تي، نبدأ بالتي مينسكول، نبدأ من السطر الأول، نطلع للسطر الثالث، نعاود نهبطو للسطر الأول، نديرو خط هكا في الوسط. ومن بعد عندنا تي ماجسكول. تي ماجسكول يكون كيما الحاء، وطبعا يلحق الخط الرابع. نديرو من بوكل هكا، نبداو من وسط الخط الرابع، من بين الخط الرابع والثالث في الوسط، ومن بعد نهبطو للسطر الثالث، نطلعو للسطر الرابع سامحولي، ولازم نديرو اون بوكل هكذا، ومن بعد نهبطو للسطر الثالث ونديرو اون بوكل
أنا هبطل من السطر الأول. نعيد الكتابة أسرع بقليل. هكذا هكذا، وما ننساوش نديروا الخط هنا باش نقدروا نكتبوا مثلا ترومات. هاو هنا التي، وهاو هنا الاو. اذا نحبوا نرجعوه اي نديروا له ان اكسان ايغو، وهاو هنا تي ماجسكول، والان الدي مينيسكول. باش نديرو الدي مينيسكول نبداو من الخط الثاني، نديرو الدائره، نهبطو الخطر الاول نديرو كدائره هكذا، طبعا نديرو هكذا، ومن بعد نطلعو للسطر الثالث هكذا. نعطيكم هكذا دي، والان دي ماجسكول. نبدا من السطر الرابع ونهبطوا للسطر الاول، نديروا اون بيتيت بوكل هكذا، ومن بعد نعاودوا نطلعوا للسطر الرابع ونديروا ني غران بوكل هكذا هاي كتابه دي ماجسكول. هكذا، والان راح نكتبوا ال او والاي. ال او نبداو من نصف السطر من بين السطر الثاني والسطر الاول، نطلعوا للسطر الثاني ونديروا ان بوكل، ومن بعد نهبطوا للسطر الاول هكذا، وباش نديروا الاي نديروا شلطه من الفوق هكذا. كان ايضا طريقه اخرى، تقدروا ديروا هكذا، تبداو من السطر الاول تطلعوا للسطر الثاني، ومن بعد ديروا كيما في الاول هكذا. وفي الكلمات مثلا اون، كيما تشوفوا راني درت ا ولازم نزيدوا له الاو. تقدروا ديروا يا اما هكذا ولا هكذا، صحيح كتابتهم في زوج هي صحيحه. والان كتابه الاو والاي ماجسكول. نبداو من السطر الرابع نهبطو ونديرو اون بوكل، نعاودو نهبطو شويه نديرو اون بوكل اون بيتيت بوكل، ومن بعد نديرو اون تري غران بوكل، ونديرو خط صغير هنا. والان باش نديرو الاي كيف كيف هكذا، ونزيدو الشلطه هنا من الفوق ان اكسون اي. هذه كي نديرو هذه الاي واللي اي، وكي نديرو هذه الاو واللي اي، هنا اي وهنا اي. في هذا التمرين يقولوا ركوبي لي لتر او اي تي دي سور تون اردواز، يعني لازم نديروهم نقلوهم نقلوهم على اللوحه تاعنا. حنا نقلناهم او اي دي و تي، وهنا ديروا عليهم دائره خضراء وحمراء كما راكم تشوفوا هنا. avec ta ton camarade dis puis écris les mots que tu connais. avec ta ton camarade مع زميلك او زميلتك، دي قل puis écris les mots que tu connais. ثم اكتب الكلمات الذي تعرفهم. اذا هنا عندنا ان تيتين مصاصة او واي مصاصة، وهنا عندنا نرد بالفرنسي هو دي ان دي، وهنا عندنا ان تامي، هذا غربال نقولوا له ان تامي. والان راح نكتبوها على اللوحه. عندنا هنا مصاصه نقولها اون تيتي، اون تي تين اون تيتين.
والرسم الثاني هو النرد، نقوله أدي أدي هكذا. وهنا عندنا أن تانو، نروح للتمرين اللي بعده. Écris le mot qui correspond à l'image, puis lis la phrase. Écris le mot qui correspond à l'image, puis lis la phrase. اكتب الكلمة التي تدل على الرسم ثم اكتب جملة. عندنا هنا بنت راح نسميوها تانيا بارت ان ساكادو أو ان كارتابل. بارت ان كارتابل، تانيا بارت ان كارتابل. نكتبوها على اللوحة. بيان سور ما تنساوش باللي كي نكتبو اسم لازم الحرف يجي ماجسكول. اذا راح نكتبو تي ماجسكول. وهنا نكتبو تا نيا بارت ان كارتابل. ما تنساوش بلي الجملة دائما تبدأ بالماجسكول، والأسماء دائما يبدأوا بالماجسكول. أسماء الإنسان أو بلد أو 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 ولاية أو هكذا. ومن بعد نروحوا للتمرين اللي بعده. اكري سور طون أردواز، اكتب على اللوحة. بي ريكوبي دون طون كايي، اكري سور طون أردواز بي ريكوبي دون طون كايي. اكتب على اللوحة ثم انقل على كراسك. الآن راح نعاود نكتبو على اللوحة، ومن بعد انتم تكتبو على كراسكم. طبعا عندنا نادير، اذا راح نكتبو نادير. شوف كيفاش تكتب الآن ماجسكيل. نادير، تانيا ان دي. وطبعا تحترموا الاسطر. انتين هكذا. ولازم طبعا تحترموا الاسطر. الماجسكول هذا يدير أربعة اسطر، المينيسكول يدير سطر واحد، وهذا الماجسكول ايضا يدير أربعة اسطر. دي ما تنسوش بلي يدير غير ثلاثة اسطر، ودي حتى هو. والان راح نديرو مشروع صغير. مون باج، Je fabrique mon badge avec ma photo et mon prénom. لازم نصنعو ان بادج اللي نحطو على المكتب نتاعنا. ومن بعد نلصقو صورتنا ونكتبو اسمنا. Je colorie mon badge avec ma couleur préférée، ونلون البادج نتاعي بلوني المفضل. Je montre mon badge à mes camarades، نعطوه لزملائنا. Je me présente et je dis la couleur de mon badge. يعني نعرف روحي و نقول واش هو لون البادج تاعي طبعا بالفرنسية. Je m'appelle tatata. Le badge est tatata. Je montre le badge d'une camarade pour la présenter. يعني نعطي واحد تاع زميلنا باش
باش نعرفوها. Je montre le badge. Voici ta ta ta. Elle est ta ta ta. اصدقائي، اذا كنتم مشتركين في القناة نتاعي وشفتوا فيديوهاتي السابقة، على بالكم باللي درنا بادج واحد اخر تاع الصفحة 18 تاع لينيسيال دو نوتغ برينو، يعني اول حرف تاع اسمنا. هكذا درناه، نلصقنا الصورة، هكذا لازم نديروه. كنا درناه، واذا حبيتو ديروه روحوا في القناة نتاعي، ان شاء الله راح تلقاو هذا الدرس. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة، تديروا اعجاب بالفيديو وتشاركوا فيديوهاتي مع اصدقائكم باش يستفادوا. اذا اصدقائي، الان راح نديروا بادج اخر. جبت هذه الورقة، انا ما كنتش عندي ورقة كرتونية ملونة، اذا ديت ورقة نورمال ملونة ولصقت طبقتها على زوج ودرت لها الغراء باش تحكم مليح. ومن بعد هكذا، ومن بعد راح تطبقوا هكذا الباتش تاعكم. طبعا ما تحطوش الغراء هنا لانه لازم يبقى هكذا واقف. جيبوا الصورة نتاعكم، انا جبت صورة من الكتاب طبعا، ولصقوها هنا، ديروا الغراء وتلصقوها هنا هكذا. بعدها تكتبوا اسمكم، انا اسمي غيانا ريحانة، اذا راح نكتب اسمي. هكذا، وتحطوه فوق المكتب نتاعكم كهذي. والان نعرفوا بنفسنا، نقول وش اسمنا وش لون الباج نتاعنا. هنا قالوا جو مابيل، لو باج اي يعني اسمي ولون نتاع الباج نتاعي. وحنا راح نقولوا Je m'appelle Rayana. انا راح نقول Je m'appelle Rayana. Mon badge est jaune. وانتم طبعا تقولوا باسمكم وباللون نتاع الباج اللي درتوه. وباش تعرفوا زميلتكم او زميلكم، تقولوا Voici مثلا رانيا، الاي ما كمغاد مثلا. هذا هو الفيديو اصدقائي، ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا قبل ما اصدقائي، ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ديروا اعجاب بالفيديو، تشاركوا فيديوهاتي مع اصدقائكم باش يستفادوا. والى اللقاء.